السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هذه محرك 1.4 تي اس اي 1.4 تي اس اي، هذا متاع يمشي جولف ويمشي تيغوان ويمشي بولو، عنده عدة انواع من السيارات. عندنا هذا محرك 1.4 تي اس اي او 1.4 تي اس اي، يعني موجود في عدة انواع من سيارات الفولكس فاجن جولف وتيغوان وبولو. باش نعطيكم شوية يعني الحساسات نتاعو اللي هو نبدو هنا من اللوط. احنا عندنا هذه حساسة نتاع الشكمان، حساسة المدخلة نقول احنا صوند لامدا، عنده واحدة هنا واحدة في التيب لوط، اثنين عنده اثنين هنا. عندنا هنا من هنا هذا التيربو نتاعنا، هذا التيربو، هذا التيربو، هذا الكابتير نتاع التيربو اللي هو نسموه احنا في الممبران، هذا الكابتير اللي هو باش يمشي التيربو منه ومنه، اللي هي تحكم في هذه عن طريق الهواء اما بالكهرباء. عندنا هنا هذا الدينامو، عندنا هذا هنا الكمبرسير نتاع الغاز، الكمبرسير نتاع الغاز من فوق نلقوه يشبه يعني للجولف 5 في العادي، يعني زايدين وضخت بنزينه، زايدين بومبيسونس، يعني ما تشوفه من فوق تقول محرك 1.4 جولف 5، هو لا هو تيربو، هذا من نوع هذا تيربو حاسين فيه وعاملين تيربو، وزادوه بومبيسونس، زادوه مضخه بنزينه اوت بريسيون هنا فوق فوق الكلاس. هنا عندنا حساس الهواء، عندنا حساس اخر نتاع هذه نتاع الكور بابيون نتاع هواء زاد، عندنا عده حساسات، عندنا هذه الكور بابيون الفراشه، هو هذا مليان بالحساسات، هذا حساس زاد هنا كيف كيف كله يعني مليان بالكابتير، هذا كابتير البركا، الكابتير فيبرو كان جاي لداخل ما يبانش تحت تحت الكومبرسور، لان هذا كومبرسور المحرك هذا كومبرسور مش عادي، هو كومبرسور جاي وراه سموه كومبرسور، سموه 1.4 كومبرسور المحرك هذا. هذه طبعا علبة السرعة هنا والاتجاهات الفيتاسات نتاعها، هذوما هنا اتجاهات الفيتاسات نتاعها، هذوما علبة السرعة، هذه يعني كل هنا الحاجات اللي هي المكونات هذه نتاع يعني تسخن الماء للشوفاج وقت هذا حساس نتاع الديريت نتاع الماء، ينجم يكون نتاع حرارة وينجم يكون نتاع حاجات أخرى مع هذايا، هذايا حساس الحرارة زاد. عندنا هذايا مصب بالزيت من هنا، عندنا هذايا بلف التبخير، عندنا هذايا خرطوم اللي يهز الهواء للسيرفو، هنا هذايا مكان فلتر الزيت، هذه الممبران نتاع التيربو قلنا. هذه الواجهه من هنا تاع المحرك اللي هي كاتين حديد شان حديد ماهيش بلاستيك شان حديد، وعمل توكلنا على الله. بسم الله انت بعد تعطينا رايك. اي تعطينا رايك. اي انت بعد تعطينا رايك. اي الله يبارك. هو جست يعني يجربوا فيه ونكملوه. عاودي مات. انت بعد تعطينا رايك. اي انت بعد تعطينا رايك. اي الله يبارك.
تو جست يعني يجربوا فيه ونكملوه. عاودي مات اثنين هنا عندنا هنا من هنا هذا التيربو نتاعنا هذا التيربو هذا التيربو هذا الكابتر نتاع التيربو اللي هو نسموه احنا في الممبران هذا الكابتر اللي هو باش يمشي التيربو منا ومنا اللي هي يتحكم في هذه عن طريق الهواء اما بالكهرباء عندنا هنا هذا الدينامو عندنا هذا هنا الكومبرسور نتاع الغاز كومبرسور نتاع الغاز من فوق نلقوه يشبه يعني للجولف خمسة في العادي يعني زايدين وضخت بنزينة زايدين وبومبيسونس يعني ما تشوفهم فوق تقول محركة 1.4 جولف تانك هو لا هو تيربو هذايا من نوع هذا تيربو حاسنين فيه وعاملين تيربو وزادوه بومبيسونس زادوه مضخة بنزينة اوت بريسيون هنا فوق فوق الكلاس هنا عندنا حساس الهواء عندنا حساس اخر نتاع هذه نتاع الكور بابيون تاع هواء زاد عندنا عدة حساسات عندنا هذه الكور بابيون الفراشة هو هذا مليان بالحساسات هذا حساس زاد هنا كيف كيف كله يعني مليان بالكابتر زي كابتر البركا الكابتر فيبروكا جاي لداخل ما يبانش تحت الـ تحت الكومبرسور لان هذا كومبرسور المحرك هذا كومبرسور مش عادي هو كومبرسور جاي وراه سموه كومبرسور هذا سموه 1.4 كومبرسور المحرك هذا هذه طبعا علبة السرعة هنا والاتجاهات الفيتاسات نتاعها هذوما هنا اتجاهات الفيتاسات نتاعها هذوما علبة السرعة هذه يعني كل هنا الحاجات اللي هي المكونات هذه نتاع يعني تسخن الماء للشوفاج وقت هذا حساس نتاع الديريت نتاع الماء. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.